بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم جبت لكم واحد الوصفة تنديرها وبغيت نشاركها معكم لأنها زوينة وفي نفس الوقت زوينة تتبيض للدين والرجلين. تنحاولوا نضيفوا شي حاجة للقناة، الناس يطلبوا مواد تجميلية وطبيعيين. أنا اللي بنت لي شي وصفة تنحطها لكم في القناة وعلى حسب الطلب. إذا يدينا ورجلينا إذا كانوا فيهم قشور وكانوا فيهم ناشفين أو تيكونوا حرشين، تيكونوا خشنين، في تبغي تلبسي تقاشر ولا شي حاجه تتحسي بحروشيه، تتحسي بشي حاجه خشنه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه هي صالحه باذن الله لواحد القهار وزوينه لانكم غديروها وغادي تجربوها ان شاء الله. غادي ناخذوا الملح، ناخذوا حامضه معصوره، وغادي ناخذوا زيت الزيتون، غادي ناخذوا الماء اللي وضعت فيه حامضه حيت لها الحامض هو الليمون، انتوما تقولوا الليمون في الدول اللي في الدول العربيه تقولوا الليمون هو الحامض، الحامض الليمون هو هذا، حنا نقولوا انتوما تقولوا الليمون وحنا نقولوا الحامض. هذه حيت لها القشور وضعتها هنايا في الماء، وهذا العصير ديال ليمونه وحده، الملحه، عندنا زيت الزيتون اللي غادي من بعد نساليو وغادي نمسحو به يدينا. اول حاجه غادي ناخذ الملح، غادي ناخذ الملح وغادي نوضع الحامض الليمون، نوضع هكا نبلو بهذاك ونبقى نحك هكا، نبقى نحك هكا 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 نحك هانت نحك حالة نحاول أنني ترجلين، ونحاول أنني نوضع الملح كثير، ونحاول نوضع هكا، وخا سمحوا لي درت لكم الصوت شوية، ونحاول أنني نحك اليدين ورجلين وخصوصا هذا البلايص، هذا البلايص، ونوضع الحامض، ونوضع الحامض بحال انا ستيلو، نوضع الحامض ونحط اليدين ورجلين حتى الرجلين خصوصا الرجلين، ونجي ونديرها ديرها ونديرها، نحاول انني نقومي يديا مزيان هانتوما، وخصوصا الرجلين خليها 5 دقائق ونوضعها في طش من الماء، بخصوص الانسان اللي عنده الحراره في الرجلين، الحراره في الرجلين خاصه نوضع يدي مزيان في الماء، نوضع يدي لان الحامض الليمون حاول انني نشد الليمون ونحاول انني باش يبيضو نيت، وغادي ان شاء الله يكون عندكم هذا، كون حاول انني نرقدهم 10 دقائق، نرقدهم 10 دقائق ونرفع رجليا او يديا، نحاول الوقت اللي نبغي نديرها ندير اليديا ورجليا باذن الله، وغادي تشوفوا الفرق ان شاء الله. وغادي نغسل يديا، نحاول انني نقرب زيت الزيتون، نقرب زيت الزيتون لانه هانتوما الفرق ديال يديها، الفرق ديال يديها هانتوما، الفرق هانتوما هانتوما تي تي تيرطابو تيرطابو. غادي ناخذ شيء قليل من زيت الزيتون، زيت الزيتون حنا نقولوا زيت العود، وانتوما زيت الزيتون، اللي ما بغاش يدير زيت الزيتون يحاول يدير اي كريم ديالو، لان هانتوما خليه بلوه مزيان، بلوه مزيان ومن بعد مسحوا اليدين ديالكم، عادي مسحوهم بطرشون او فوطة، تمسحوه مزيان وتخليوا الزيت في يديكم، تمسحوه من بعد
ها نتوما تيوليو رطبين، سبحان الله العظيم، تيوليو رطبين ها نتوما رطبين. ان شاء الله ديروها راه زوينه، وغادي ان شاء الله غادي نحط وصفه تجميليه للوجه ان شاء الله، طلبتها واحد السيده، وان شاء الله غادي ان شاء الله نحطها. ديروا هاد الوصفه راه زوينه، وها نتوما شوفوا الفرق ديال يديا باذن الله، الواحد القهار راه مزيانه تترطب للدين، وانتوما ديروها ما خاسرين والو، لان المكونات عندكم في البيت صالحه باذن الله. يلا حبيبي في الله، ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعموا القناه وتفعلوا الجرس وتابوناو عندي بحول الله وقوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.